إلينا عبر الهاتف سيادة العميد خالد عكاشة، عضو المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب. سيادة العميد أهلا بيك. يعني هل اهلا لهذا وسهلا. أهلا يا فندم، هل لهذا القرار من تبعات في هذا التوقيت بالذات، وإلى أي مدى هو ملزم لهنية؟ يعني بالنظر إلى قرار من الولايات المتحدة الأمريكية بتشترك فيه كل من وزارة الخارجية الأمريكية ووزارة الخزانة أيضا، هو من القرارات المهمة، واللائحة وقائمة التنظيمات والكيانات الإرهابية والشخصيات الإرهابية أيضا اللي بتصدرها الولايات المتحدة الأمريكية الحقيقة لها سمعة دولية على مستوى الأجهزة الأمنية على مستوى العالم، فهي خطوة مهمة وتحتاج إلى الانتباه بالفعل والتوقف أمام مثل هذه الإدراجات، ربما على الجانب الفلسطيني من خلال إدراج إسماعيل هنية أو حركة الصابرين في قطاع غزة، ربما الأمر إلى حد ما هو تحصيل حاصل بكون حركة حماس هي مصنفة تنظيما إرهابيا بالأساس من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، لكن من الممكن الاستفادة أو النظر إلى هذا القرار بالنسبة لإدراج تنظيمين إرهابيين مصريين لأول مرة والاعتراف بكونهم تنظيمات إرهابية، وهو حركة حسم ولواء الثورة والإشارة إلى أنهم تنظيمين إرهابيين تابعين لحركة الإخوان المسلمين. طب في هذه النقطة بعتذر يا سيد العميد، ولكن في هذه النقطة تحديدا كان أصل برضو بيان الخارجية الأمريكية أشار إلى أن من ضمن هذه الحركات الإرهابية حركات يتم تمويلها أو دعمها من الجانب الإيراني، هل كان المقصود من ضمن هذه الحركات أيضا الحركتين المصريتين اللي هما لواء الثورة وحسم؟ لا، هو الإشارة الإيرانية الحقيقة خاصة بتنظيم يسمى حركة الصابرين موجود في قطاع غزة، وبالفعل معلوم أن هذا التنظيم يحظى برعاية إيرانية كاملة وبدعم إيراني عبر الأموال والتسليح وغيره. هذا الأمر للمتخصصين في الملف معلوم منذ سنوات، ودي كانت الأسباب اللي أشارت إليها الولايات المتحدة الأمريكية بكون إيران متورطة في دعم هذا التنظيم، لكن الحركات المصرية لم يتم الإشارة سوى أنهما تنظيمين تابعين للإخوان المسلمين، ودي الإشارة المهمة اللي يجب علينا أن احنا نستثمرها خلال الفترة القادمة. كيفية الاستثمار بالفعل يا فندم في هذه النقطة، إذا كان بالفعل للقرارات الأمريكية اللي لها علاقة بالعقوبات أو إدراج أي منظمات على قوائم العقوبات الخاصة بها لا سمعة دولية قوية الحقيقة، إلى أي مدى أو كيف يمكن بالفعل استثمار واستغلال إدراج هاتين المنظمتين على قوائم الإرهاب الأمريكية؟ هو بالفعل كما أشرت حضرتك، يعني درجة الأهمية والنظر إلى أهمية هذا الإدراج وهذا القرار كونه بيصدر بشكل ثنائي ما بين الخارجية ووزارة الخزانة. حضرتك أشرت في بداية الخبر بأن هناك ملاحقة مالية للحسابات اللي بيتم من خلالها تمويل هذه الشخصيات أو هذه الكيانات والتنظيمات على مستوى الأراضي الأمريكية، ويمكن دفع الولايات المتحدة الأمريكية إلى القيام بملاحقات دولية في حركة أو متابعة حركة تدفق الأموال عبر الجانب الأوروبي أو دول أخرى أو خلافه، وهذا الأمر يعني بقدر من الإمكانية للولايات المتحدة بما تملكه من نفوذ دولي، وهذا الأمر هو يضفي جانب إضافي لأهمية هذا الإدراج. إحنا قدام إدراج للمرة الثانية الحقيقة منذ شهور قليلة، في نوفمبر من العام الماضي يعني من شهرين بالضبط أدرجت بريطانيا أيضا حركة حسم ولواء الثورة كتنظيمات إرهابية. النهاردة من خلال وزارة الخارجية المصرية، من خلال وزارة الداخلية، النيابة العامة أو مكتب النائب العام، أمامنا تحقيقات موسعة وأدلة ثبوتية بتدل على ارتباط هذين التنظيمين بالإخوان المسلمين. محتاجين أن احنا نتواصل مع الأجهزة الأمريكية في مساحة من التعاون للضغط عليهم هم أو الولايات بريطانيا أيضا على التقدم خطوة للأمام وإثبات علاقة هذين التنظيمين بالإخوان المسلمين، وده من الممكن أن هو يوجه ضربة قوية إلى النشاط التمويلي على وجه الخصوص لتنظيم الإخوان اللي بيتم على أو داخل عواصم متعددة من عواصم العالم. أشكرك شكرا جزيلا سيادة العميد خالد عكاشة، عضو المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب.